هنبتدي بعد إذنكم دلوقتي على طول بدون أي تأخير تاني. أول حالة معانا patient عنده 22 years old female presented to the surgery department of the tertiary level hospital have been referred from a private clinic. البرايفت كلينيك دي قالت ان العيان ده عنده 2 months history of severe recurrent abdominal cramps with resistant bloody diarrhea و associated معاها mucus weight loss and tiredness. خلاص احنا عايزين نعرف حاجتين. اول حاجة الطريقة بتاعت العرض دي اسمها يعني كيس ريبورت. انا بدي اخبارية عن حالة معينة، بلم الايتمز المهمة وبقولها وبحاول اختصرها خالص، غير الكيس بريزنتيشن. كيس بريزنتيشن دي ليها تقسيمة معينة ان شاء الله هناخدها لما نمر على الحالات، البيرسونال هيستوري ثم الكومبلينت بتاع العيان، وبعد كده هنعمل حاجة اسمها هيستوري اوف بريزنت ايلنس، وده بنعمل كومبليت اناليسيس للحالة جه بإيه وإيه المين كومبلينت بتاعه والكورس والديوريشن والكورس مشي إزاي، ريليفد بإيه، كان أجريفيتد أو يعني أن إمبروفد بالحاجات الفلانية، كان معاه اسوشيتد سيمتومز ولا إيه، وإيه الاسوشيتد سيمتومز اللي كانت موجودة والديوريشن بتاعتها والكورس بتاعها والحاجات دي كلها، وبنسأل بعد كده عن هيستوري بتاع أذر سيستم، وبعد كده بنسال اذا كان عيان دايبيتك او هايبرتنسيف، بننقل بعد كده على باست هيستوري فاميلي هيستوري. فدي اسمها كلاسيكال بريزنتيشن، كلاسيكال كيس بريزنتيشن، انك تاخد مقسمهم لايتمز معينه العالم كله معترف بيها ومحتفظ هذه التقسيمات تمام، وبتمشي بيها لغايه ما توصل للفاينل دايجنوز. يعني احنا ما بنشخص العيان كده فجاه واحده، لا احنا بنمشي بايتمز معينه وبنسال عليها وبناء عليها بنوصل الفاينل دايجنوز. لكن الكيس اللي احنا بنعرضها دي تعتبر البيشنت برزنتيشن، يعني الاعراض اللي هو قالها او الكلام اللي قاله العيان باختصار، مش الكلينيكال كلاسيك برزنتيشن اللي الدكتور بيقدمها، دي حاجه او بيسموها كيس ريبورتنج. طيب احنا فهمنا دلوقتي من القصه دي ان عيانه عندها 22 سنه جايه لتيرشري كير سنتر، بتقول كانت رايحه قسم جراحه وبتقول ان انا بنزف عندي فريش بليدنج بالريكتوم، والفريش بليدنج بالريكتوم ده معاه ضياريه، وانا نزلت في الوزن في خلال الفتره اللي فاتت وعندي سيفير تايردنس. ممكن اسمع راي حضراتكم دلوقتي في الحاله دي، ممكن يكون ايه؟ يعني مثلا ناخد على سبيل المثال دكتور عزه. دكتور عزه ايوه ممكن تحطي ايه ديفرنشال دايجنوز للعيانه دي او تفكري في ايه؟ عيانه عندها 22 سنه وفيميل وجايه لقسم الجراحه في تيرشري ليفل، تيرشري ليفل يعني مستشفى جامعي، وبتقول ان هي بتشتكي من فريش بليدنج بالريكتوم ومعاها ضياريه، بس قالت ان هي ويت لوس وفيها تايردنس. هو في بليدنج هنا وفي ضياريه، فاكيد في حاجه في الكولون بقى، تمام، في مثلا ألسر في القولون أو حاجة. تمام، أو إيه تاني مثلا؟ إيه تاني؟ الإيه؟ إيه تاني ممكن غير الألسريشن والحاجات دي كلها، إيه تاني؟ طب معلش يا دكتورة، لو أنا قلت لحضرتك دكتورة آية لو قلت لحضرتك في وورمينج ساين أو يعني حاجة تخوفك في الهيستوري بتاع العيانة ده، فممكن تطلعي لي من الهيستوري البسيط اللي احنا قلناه ده حاجتين، تو وورمنج ساين، حاجتين يعني بنسميهم ريد ساين او ريد فلاج ساين، يعني حاجات تعمل لك جرس انتباه كده انك لا خلي بالك وركزي جدا في العيانة دي قد تكون فيها مشكلة. نقطتين حضرتك تقدري تقولي لنا الحاجات ان هو ان هو عنده بلاد في الدياريه وكمان الويت لوس اللي عنده. برافو عليكي، دول تو ريد فلاج ساين تمام، يخلوني اركز جدا واجمع كل قوايا العقليه، لان انا ممكن ببساطه خالص يا دكتوره عزه اقول مثلا دي قد تكون مثلا بايلز، صح ولا لا؟
هيمورويدز معايا يا دكتوره؟ انال فيشر صح ولا لا؟ ممكن اقولها كده اخد موضوع خصوصا عيانه رايحه للقسم الجراحه وهي شكلها كان جه في دماغها الموضوع كده يعني، اول ما بتجيب بليدنج راحوا قالوا لها ايه ده قد تكون ايه مايلز ولا ايه؟ تمام. طيب مش يعني ده كيس سيناريو، احنا برضو لسه هنعقب عليه ونعرف تفاصيل. السيناريو اللي بعده ذا بيشنت ممكن يكون تيومر يا دكتور. برافو عليك، ده ديفرنشال دايجنوز طبعا كديفرنشال دايجنوز. بس دكتور عزل معايا صح؟ منى دكتوره منى ممكن تقولي لي حاجه اجينست انها تكون تيومر؟ مش فاهم حضرتك تقصد ايه. حاجه بس انا كان عندي حاله، كان عندي حاله فيها الاعراض دي وفي الاخر طلعت تيومر. ما صح كلام جميل جدا، بس في حاجه ممكن كده في النص تقول لك ان هي شكلها ما تنفعش او ان شاء الله الكرامبس، الكرامبس اللي موجوده تيومر ما يبقاش معاها. ممكن علمك في المالجنسي او كانسر كولوم ممكن يجوا بصراحه بقى ضمن الكرامبز، ويبقى في تشينج في الريسنت تشينج في الباول هابتس وحاجه زي كده. بس في حاجه كده ونص تقول ممكن ان شاء الله يعني مش اجنس دي جامد، بس ممكن تقول لك ان شاء الله مش هتبقى تيوم. ممكن يا دكتور عشان السن الايج، الايج انا احترم حضرتك جدا الإيش. طبعا الايج، الايج لو اولد ايج كنت احط اول بوسيبيليتي ان هو يكون كانسر. خلينا نقف كده عند السيناريو ده، خلينا نحط الافكار الاساسيه. احنا عملنا اناليسيس بس ليه، احنا ما تطرقناش ما شخصناش ما عملناش اي حاجه خلاص. هننقل على السيناريو الثاني اللي بعده. عيان the patient presented 3 days ago with no improvement regarding the fever والabdominal cramps والdiarrheal attack. This time associated with bloody streaks وanal fissure was observed on clinical examination. احنا بنكمل السيناريو يا جماعه معايا؟ معايا؟ تمام يا دكتور. بعد 3 ايام جت قالت ال يعني ابتدت تسخن كمان والفيبر مش متحسنه والابدومينال كرامبس قعدت. احنا ما عرفناش الدكتور عمل معاها ايه او خد الباسوي ايه، بس يعني تكمله الموضوع ان هي ابتدى يحصل لها ابدومينال كرامبس ودايريا اتاك وميوكاس اكسس ميوكاس. وبعد كده الدكتور بص عليها لقي في انال فيشر بالاكزامينشن، بص قال لها في انال فيشر موجود وقال لها احنا نعمل شويه لاب انفستيجيشن عشان نطمن. طلب لها سي بي سي، طلب لها اي اس ار، طلب لها سي ار بي، وطلب لها اي ال تي واي اس تي والكلاين فوسفاتيز وستول كالشر وستول اناليسيز وفي كالكال بروتكتين والجاما جلوتاميل ترانس اماميز اللي هو جي جي تي وتوتال بلو. معلش يا دكتوره يعني احنا دلوقتي هل في انفستيجيشن بتطلب في الدنيا دي غير لما يكون ليها سبب معين؟ انا ما بطلبش انفستيجيشن عشان اطلب، انا بطلب عشان انا جايدد بحاجات معينه او في دماغي افكار معينه. فخلينا مثلا نسال الاول دكتوره عزه محروس بقى. ايوه محاضر. ايه دكتوره ايه السي بي سي هتفيد في ايه؟ عايز اعرف اشوف البليدنج اللي حصل دلوقتي حصل فيها، هل عندها انيميا او اي حاجه حصل لها من البليدنج ده ولا لا؟ جميل. يس ار ده سرعه الترسيب ده دكتور بشوفه. في واحده زميلتنا بس محتاجه انها تدخل، اقبلها بس. الاي اس ار ده سرعه الترسيب، اشوف لو في انفكشن مثلا ولا حاجه. طيب بص يا جماعه احفظوا كده نقاط معينه. الاي اس ار ده مهم جدا عندنا في ثلاث حاجات مش ده الميكروب السبحي؟ برافو عليكي. هو يعلى مع اي انفكشن الدكتوره ده الريسك انفكشن ريت. عايز اقول لكم بس نقطتين عليه، لان احنا في الميتنج او في الحاجات الكلينيكال براكتس احنا مش عايزين اي كلام نظري ولا يعني مش عايزين نحكي، احنا عايزين براكتيكال بيز يعني كل حاجه ناخدها قواعد في البراكتس. فلاقيه الاس ار ده احنا كدكاتره بنلاقيه شوتنج في ثلاث حاجات، انفلاماتوري باول ديزيز او لو بلاش انفلاماتوري باول ديزيز يعني اوتو اميون ديزيز، اي اميون ديزيز موجود في الجسم الاي اس ار ده بيبقى شوتنج. وشوتنج يعني معناه اكتر من 1 هانتر، يعني لو لقيته اكتر من 100 تمام ده اسمه شوتنج اي اس ار. وشوتنج يا اما مع التي بي يا اما مع الاوتو اميون والكولاجين ديزيز يا اما مع المالجنسي. يبقى الثلاث حاجات دول الثلاث امراض دول يا اولاد
يرفعوا جدا الاي اس ار يخلوه ايه؟ يبقى شوتنج. بعد كده يعلى مع مين؟ يعلى مع حاجات كتير، يعلى مع الستريبتوكوكال انفكشن، يعلى مع الاوستو ارثرايتس، مع اليو تي اي، مع اليونري تراكت انفكشن، مع الشيست انفكشن، مع الكوفيد، مع اي حاجه في الدنيا تعمل انفلميشن هيعليه. لكن يبقى شوتينج في الثلاث حاجات دول. خلاص عرفناها المعلومه دي، خليها بقى مركونه على جنب كده علشان دي هتفيدك جدا لما انت تكون شاكك في مصايب كبيره وتعمل الاي اس ار تلاقيه طاير لفوق. حضرتك قلت شوتينج في الاوتو، حضرتك قلت شوتينج في الاوتو في ثلاث حاجات، الاوتو مين ديزيز وايه تاني؟ والتي بي والماليجنانسي. تي بي اوكي. خلاص انا بس عايز برضو اعرفك حاجه دكتور نوفين، علشان احنا عايزين حاجات براكتيكال. دكتور نورهان، دكتور نورهان، دكتور نورهان مش معانا؟ معانا يا دكتور، بس احنا بنبقى قافلين المايك ونفتح. طيب خلاص اللي معانا بقى يجاوب على طول. دكتوره منى، دكتوره منى، نعم يا دكتور، تعرفي ايه الفكره بتاعت الاي اس ار؟ يعني ليه هو بيعلى لما يكون في اي انفلاميشن او اي مالجنسي او تي بي او حاجه من الحاجات دي كلها؟ ده مش عارف. بصي هقول لك على حاجه، هو بروتينات بتمسك في الار بي سيز. البروتينات دي ممكن تحصل مع اي تيشو ديستراكشن، والتيشو ديستراكشن ده يحصل مع المالجنسي، ويحصل مع الانفلاميشن، ويحصل مع اي حاجه. انفكشن نعم، او في انفكشن مثلا. اه بالظبط. البروتينات دي لما تترسب على الار بي سيز تخلي معدل تساقطها سريع شويه، فتخلي الاي اس ار عالي. خلاص يبقى ده معدل سقوط خلايا الدم الحمراء وترسبها في انبوبه الاختبار، هو ده سرعه الترسيب. شفتوا سهل ازاي؟ خلاص. وعرفنا ليه هيعلى، عشان هو عباره عن بروتينات. بروتينات جايه من فين؟ من تيشو ديستراكشن. طيب السي ار بي احنا عارفينه، ده بيعلى مع اي انفكشن واي حاجه من الحاجات دي كلها. الليفر انزيمز، هو الراجل عايز يطمن اذا كان في اي مشاكل. الليفر انزيمز اساسا بتعلى في المشاكل بتاعه الليفر ديزيز، لكن وارد في بعض الاحوال انها تعلى مع اكسترا هيباتيك كوزز. خلينا بعيد عن النقطه دي دلوقتي عشان ما نخشش. وستول كلتشر، لان هو برضه بيني وبينك فكر في النص دكتوره اميره، ان قد يكون في انفكشن موجود وهو اللي عامل البليدنج والحكايه دي والقصه دي، وخصوصا هو لما عمل بي ار ليه اينا الفيشر، فقال لك ممكن يبقى في اينا الفيشر او اينا اللاسريشن وحصل سوبر ادد بانفكشن، ويكون هو ده اللي عمل لها الكلام ده. ده لما راحت قسم الايه؟ قسم الايه يا اولاد؟ قسم الجراحه. معايا؟ لكن استغرب جدا ان هو طلب تحليل جديد اسمه فيكال كالبروتكتين. دكتوره مروه، دكتوره مروه، دكتوره مروه، دكتوره دينا. ايوه دكتور، مع حضرتك. اه دكتوره دينا، انت عارف دكتوره مين معايا؟ دكتوره مروه ودينا. اي دينا. ماشي دكتوره دينا، كنت بقول لك انت سمعتي قبل كده عن تحليل فيكال كالبروتكتين؟ دكتور احنا دينا خفاجي وفي دينا عصام. نعم، في اتنين دينا، في دينا خفاجي وفي دينا عصام. انا عايز دكتورة دينا خفاجي. تمام يا دكتور. سمعتي قبل كده؟ ايوه مع حضرتك. تحليل فيكال كالبروتكتين ده، هو اللي انا اعرفه ان هو بيدل على التهاب في الجي اي تي، يعني ان هو بروتين بيطلع من الوايت بلاد سيل لما يبقى فيه انفلاميشن. بس ممتاز، يعني هو كده حوالين الكلام حضرتك سامعني؟ اه لا ممتازه، بقول لحضرتك يعني هو حوالين الكلام اللي حضرتك قلتي عليه، هو عباره عن نيوتروفيل بايندينج مع الكالسيوم. تمام، بروتين معين بيطلع بيلزق في النيوتروفيل، وهو كالسيوم بايندينج بروتين اساسا، كالسيوم بايندينج بروتين، يعني بروتين بيلزق في الكالسيوم والزنك. تمام، بيلزق عليه النيوتروفيل، كل ما يبقى فيه نيوتروفيل في جي اي هو يلزق فيها، يلزق فيها، يلزق فيها، يلزق فيها، لغايه ما ينزل في الاستول. اشوف البروتين ده، اقول البروتين ده ما بيطلعش غير لما يكون في ديستراكشن او مصيبه موجوده في الجي اي دي. ممكن يعلى مع المالجنسي، لكن هو ماركر مهم جدا في الانفلاماتوري باول ديزيز.
خلاص زي ما الدكتوره دينا قالت لنا كده، عباره عن كالسيوم بايندينج بروتين بيلزق في النيوتروفيل. النيوتروفيل دي خلايا من خلايا الوايت بلاد سيلز، هي قالت وايت بلاد سيلز، فهي خلايا من خلايا الوايت بلاد سيلز، وهيعلى لما يكون في تيشو ديستراكشن جوه الجي اي بقى. خلاص تمام كده دكتوره دينا عصام؟ تمام كويس تمام يا دكتور. دكتور اتفضلوا. في واحده زميلتنا اسمها دكتوره اسراء جنبه، هي الويتنج ليست من ساعتها. لا هو انا لا انا قابلتهم كلهم، مفيش دكتوره اسراء، دكتوره اسراء موجوده قابلتها. خلاص كده احنا خدنا التفاصيل العامه وعملنا الانفستيجيشن فعلا زي ما انتوا طلبتوا، لقينا الاي اس ار عالي، بس كان الفيرست اور 80 والسكند اور كان معدي فعلا ال 100. تمام لقينا السي ار بي كان 66، ولقينا في ايزينوفيليا، ولقينا في ثرومبوسايتوزيس، ولقينا الكلاين فوسفاتيز كويس، والبلوروبين كويس، والحاجات دي كلها كويس، لكن لقينا الفيكال كالبروتكتين طالع 320. دكتوره اسراء، دكتوره اسراء تمام يا دكتور سامح حضرتك. كنت بقول لك يا دكتوره اسراء، انت تعرفي النورمال بتاع الفيكال كالبروتكتين ده كام؟ لا حد من الموجود معانا يعرف النورمال بتاع هذا التيست كام؟ دكتوره دينا كنت قلتي عليه، انت كنت سمعتيه قبل كده وقلتي ان هو كالسيوم بايندينج بروتين بيلزق في النيوتروفيل، عارف النورمال بتاعه كام؟ دكتوره عزه لا والله يا دكتور دكتوره امنيه لا يا دكتور مش عارفه، بس هو واضح انه عالي يعني. دكتوره صحر حداد ايه دكتور مش عارفه ايه التحليل ده الطبيعي بتاعه يا اولاد 50. هو كده عالي، وعالي طبعا اكتر من 6 فولز مثلا. خلاص طيب تمام، احنا بناخد معلومات كده عن الموضوع وعملنا الانفستيجيشن اللي الراجل طلبها ولينا بنمشي ورا. طيب ايه اللي هنعمله؟ انا عايز اسالكم دلوقتي، حاله بهذا الوضع، حاله ملتبس علينا مش عارفين، الموضوع متلخبط، عيانه عندها 22 سنه وراحت جراحه عشان بتشتكي من شويه الم في بطنها، وكانت مرعوبه جدا لانها لقيت شويه دم موجودين في البراز، ولقيت كمان معاها اسهال، نوبات اسهال، وابتدى الموضوع يزداد اكتر، فابتدت بقى يبقى عندها فيبر. واول ما شافت الموضوع كده ما راحتش كشفت، كان قالت انا هروح مستشفى الجامعه، وراحت لبتوع الجراحه. كان في دماغها بيني وبينكم ان هي عندها ايه بايلز. بتاع الجراحه بص عليها وشافها وعمل لها بي ار، وبعد كده قال لها ان حضرتك عندك انال فيشر، وطلب لها شويه انفستيجيشن برده عشان يطمن، لان هو عمل بي ار بس ما يعرفش يعني هل فعلا الموضوع كده ولا لا. طلب ستول كلتشر، وطلب سي بي سي، وطلب مش عارف ايه وكلام من ده، وعرضنا الانفستيجيشن اللي فاتوا، وفوجئنا ان الفيكال كالبروتكتين بتاعها كان عالي جدا. خلاص والدكتوره الدكتوره دينا من شويه قالت لنا على الفيكال كالبروتكتين ده بيدل على ان في مشكله في الجي اي، في الجاستروانتستاينال تراك، لانه عالي جدا وعالي اكتر من 6 فولز، وده بروتين بايندنج مع النيوتروفيل، كالسيوم بايندنج بروتين بيلزق في النيوتروفيل وما يعلاش غير لما يكون في تيشو ديستراكشن او بروبلم جوه الجي اي، اورجانيك بروبلم. تمام هنعمل ايه؟ نديها انتي بايوتيك ونروحها تمام، ولا نعمل لها فيرذر انفستيجيشن؟ دكتوره رضوى، دكتوره رضوى مع حضرتك يا دكتور، تديها انتي بايوتيك، تديها حاجه مثلا لوكال عشان الفيشر الموجود ده، وشويه انتي بايوتيك وتشوف الامور ماشيه ازاي، ولا تعمليها فيرذر انفستيجيشن تقولي استني كده وهحجزك وهدخلك في متاهات وكلام من ده، انت ايه رايك؟ لا المفروض نعمل فيرزر انفستيجيشن، لان احنا قلنا ان الفيكال كالبروتكتين لما بيكون عادي قوي بيبقى فيه ديستراكشن جامد حاصل في الجي اي تي، فانا المفروض اعرف الديستراكشن ده من ايه او اعرف السبب. تمام، وكانت بتنزف كمان، كان فيها بليدنج وكان فيها ويت لوس، فالموضوع مخوف ولا ايه؟ طبعا. ماشي دكتوره سحر، تعملي ايه يا دكتوره سحر؟ هي خلاص دكتوره رضوى قالت ان احنا مش هنسيبها، فاحنا خلاص قررنا فعلا نسمع كلام دكتوره رضوى ومش هنروح العيانه دي، هنقعدها دخلناها فعلا مستشفى
واتحجزت، وعشان كده انا بقول لكم الداتا بتاعتها دي كلها. بس انا كنت بسأل حضرتك يا دكتوره سحر، حضرتك ريكومند ان احنا نعملها ايه تاني؟ يعني انا عايز تصورات. هنمشي على مش مشكله خالص، نفكر مع بعض. هنديها برضو انتي انفلاماتوري، وهنمشي على الحاجات اللي هي تعليق السيمبتوماتيك سيمبتومز اللي عندها لحد ما نشوف الفرزر انفستيجيشنز اللي هتقول لنا ايه وكده. ما انا كنت بسأل حضرتك دلوقتي، هي لو هي اريبتك هتعملي لها ايمجينج ستادي ولا تقولي لها اعملي منظار قولون خلي حد بقى يشوف المشكله، ولا يعمل لك سي تي من جوه كده برضو السي تي هيوضح وكده ونشوف الامور ازاي؟ يعني حضرتك تختاري ايه؟ ممكن نشوف المنظار بتاع القولون ولا ايمجينج؟ مش عارف. دكتوره مروه، دكتوره مروه، دكتوره مروه، دكتوره لبنى، دكتوره لبنى، ايوه يا دكتور مع حضرتك. تعملي لها ايه حضرتك، ايميجنج ستادي ولا كولونوسكوبي؟ عشان بس نعرف وناخد خطوه بينا. ايه انا من رايي يعني ممكن ان احنا نعمل لها الاول سونار اوكي او سي تي، وبعدين لو ما لقيناش حاجه، لو في حاجه ايفيدنت واضحه تبان، لو ما فيش حاجه ايفيدنت ممكن نعمل منظار. تمام خلاص ماشي ماشي. هو هي فعلا عينها كانت رفضت تمام انها تعمل كولونوسكوبي خلاص، لو ان هو كان الصح بصراحه بيني وبينكم زي ما الدكتوره سحر قالت من شويه ان احنا نعمل كولونوسكوبي ونشوف. معايا دكتوره لبنى؟ يعني انا رايي الصراحه مش مع حضرتك، يعني انا رايي كلام حضرتك مش واقعي. لا نخش نشوف كل موجود ونقف على اخر مستجدات. للاسف هي العينه رفضت، فعملنا الاول ايميجنج ستادي، فبنبص كده على القولون لقينا في لاك اوف هاوستريشن. النورمال هاوستريشن بتاعت معايا يا دكاتره؟ معايا؟ طيب شايفين الكولون كده؟ شايفين السهم ده؟ شايفين السهم ده؟ المكان ده لوس النورمال هاوستريشن بتاعت الكولون. ده المكان ده السيجمويد هنا، والريكتوم هيكمل كده تحت، وده اليوترس تمام في الايمجنج ستادي اهو معايا. وادي مكمل باقي الكولون هنا كويس على بدايه السبلينيك فليكشر او المكان ده، الامور احسن شويه. تمام ماشي يا دكتور. الجزء ده في ناروينج شويه ولاك اوف هاوستريشن، ولو حضراتكم لاحظتوا كده هتلاقوا في باول إديمة. شايفه اللون الرمادي ده يا دكاتره؟ اللون الرمادي ده اللي من بره ده باول إديمة، في إديمة في المكان ده. خلاص احنا صممنا ان احنا نرجع لكلام الدكتوره سحر وهنعمل لها كولونوسكوبي. تمام معايا يا دكاتره؟ مع حضرتك. الوقت هيخلص في خلال 10 دقايق، هنخش تاني. خلاص معايا دكتور؟ معلش دكتور بعد اذن حضرتك، بس هو الموضوع عموما عن ايه؟ عشان بس انا حضرتك قابلتني كنت عديت ربع ساعه وثلث ساعه. فالموضوع بس عموما عن ايه؟ ايه الموضوع الرئيسي وانا هفهم يعني ان شاء الله. دكتوره مين معايا؟ اسراء. بصي يا دكتوره اسراء، يعني الموضوع سهل جدا. احنا بناخد كلينيكال سيناريو دلوقتي لحاله واقعيه جت عياده الجهاز الهضمي، انا خدت الداتا بتاعتها وسجلتها تمام، عشان حضراتكم ما بتقدروش دلوقتي في البانديميكس دي انكم تنزلوا. انا خدت الداتا بتاعتها وسجلتها وقلنا ديسكاس الحاله مع بعض، وبعد كده هنعرف احنا هنعمل ايه فيها وايه الخطوات العلاجيه وايه الادويه وايه كل الحاجات اللي حضرتك متصوراها هنقولها دلوقتي. لكن انا جاست بعرض عليكي مشكله بتاعت عيانه عندها 22 سنه، راحت عيادة الاول، راحت عيادة الجراحه بتقول ان انا عندي بلادي دايريه وبنزف تمام، ودايريه وبليدنج تمام، وعندي سيفير كرامبس. بتاع الجراحه قال لها ماشي خلاص، اعطاها شويه ادويه، رجعت له تاني بعد 3 ايام قالت له انا مش مستريحه وبنزف، عمل لها بي ار لقي فيها انال فيشر.
تمام. قال لها يمكن غالبا هو ده السبب بس انا مش متاكد، وخايف احسن يكون في مشكله تاني، فلو سمحت اعملي انفستيجيشن فلانيه. طلب منها سي بي سي واي اس ار وسي ار بي، وطلب منها فيكال كالبروتكتين وليفر فانكشن، طلب مجموعه من انفستيجيشن كتيره. خلاص رجعت له بعديها قالت له ان الفيكال كالبروتكتين بتاعي عالي وفي سنه انيميا خفيفه عندي، و وفي كان في تاني و... وعمل لها ستول كلتشر ما طلعش فيه اي مايكرو اورجانيزم موجود ولا حاجه زي كده. بناء على كده بعتها لنا لوحده الجهاز الهضمي والكبد، بصينا عليها في قسم الجهاز الهضمي والكبد وسالنا الدكاتره هنا معانا انتوا ايه رايكم في العينه دي، نحجزها ولا نديها علاج ونروح؟ كان في اجماع من كل الناس الموجوده ان لا، العينه كده في الكالبروتكتين بتاعها عالي بتنزل في الوزن، فيها بلاضي ضيريه وكمان جالها فيفر لما راحت خدت العلاج وروحت، تمام، العينه دي تتحجز المستشفى. متفقين معايا يا جماعه؟ متفقين معايا يا دكاتره؟ تمام. قصه سيناريو عادي خالص هتشوفيه حضرتك في اي مكان في الدنيا دي، كلينيكال سيناريو بيتردد يوم بعد يوم. بعد كده اختلفنا نعمل لها ايه تاني فيرذر انفستيجيشن، دي علاج ونروق وهي في المستشفى وخلاص انتي بايوتيك وخلاص؟ قالوا لا، احنا لازم نعرف السبب ايه. اختلفنا مع بعض من شويه قبل ما حضرتك تخشي او مش عارف حضرتك كنت دخلت، نعمل ايميجنج ستادي ولا كولونوسكوبي؟ الدكتوره سحر كانت مقتنعه جدا لازم تعمل كولونوسكوبي. الدكتوره لبنى قالت لا انا هعمل ايميجنج ستادي علشان ما بقاش هزردس على العيان. وفعلا احنا عملنا الايميجنج ستادي، عملنا الايميجنج ستادي شفنا ده سي تي معمول، شفنا فيه باول إديمة تمام، وشفنا اللاكو فاوستريشن بتاع الكولو. معايا كده في الصوره؟ انا بعرفك بس تمام. ايه اللي موجود في الايميجنج؟ تمام يا دكتور، تمام، شكرا جدا لحضرتك، انا فهمت كده، تمام، شكرا جدا. تمام بس هو دكتور معلش، هو يعني ايه لاك اوف هاوستريشن ديت؟ معلش ايه لاك اوف هاوستريشن؟ لاك اوف هاوستريشن هقول لك يعني ايه. بصي هجيب لك صوره توضحها. شايفه الجزء ده الحتت الطالعه والنازله دي؟ دي اسمها هاوستريشن بتاعت الكولون. يعني ايه؟ يعني الميكوزا، طبعا في الرسم يعني هاوستريشن، في على ارض الواقع عباره عن الميكوزا والصب ميكوزا، الطبقات بتاعت الكولون هنا زي ما يكونوا متاكلين مش موجودين، واليومن صغير خلاص. اليوم ابتدى يوسع من فوق كده ويكمل، وهنا كان كويس نوعا ما لكن في الجزء ده كان افكتد خالص خلاص. وحتى ذلك الوقت احنا ما وصلناش لحل، فقلنا بعد رجعنا تاني لكلام الدكتوره صحر وعملنا كولونوسكوبي. دخلنا جوه الكولونوسكوبي لقينا المنظر كده، لقينا فعلا ده مش النورمال كولون، ده مش المنظر الطبيعي بتاع الكولون. اماكن كلها شكلها كان بتنزف تمام، الكولون اليومن بتاعه اضيق، في اماكن بتاعه بلط، الاماكن دي كلها ألسريتد ميكوزا تمام، وهايبريميك وفرايبل كمان. وقررنا واحنا شغالين ان احنا ناخد بايوبسي من العينه. خلاص خلاص كده معايا؟ مع حضرتك. هنوقف عند هذا الجزء وهناخد الحاله اللي بعديها. الدسكشن بتاع الحالتين هيبقى ليتر اون، لان هنخش في تفاصيل تاني عن المواضيع الموجوده. عينه عندها 32 سنه وبقالها 6 شهور بتشتكي من لارج فوليوم دايريا، برضو اسهال تمام بس كميات كتيره جدا. بالاضافه لذلك بتقول ان هي عندها بين شديد جدا، سيفير بين موجود في الرايت لور كوادرنت ابدومينال بين، والالم ده لا يحتمل، وفي تندرنس موجود، وزي ما يكون في ماس محسوسه على الناحيه الرايت في الرايت ايليك فوسا تمام، وابدومينال كرامبز. وبعد كده بتقول برضو انا شايفه ان عندي برينا الفيستولا. خلاص كده يا جماعه معايا يا جماعه حضرتك يا دكتور؟ عيانه 32 سنه جايه بلارج فوليوم دايريا والترنيشن في الباول هابتس، الكلام ده بقى له 6 شهور مش يوم ولا يومين، هي تعبانه وبتعاني وزهقانه جدا، وفي سيفير ابدومينال كرامبس، وابتدت يحصل برضه لوس اوف ويت،
وابدومينال كرامبز قلنا، والكرامبز دي كانت اسوشيتد معاها برينال فيستولا، وفي تندر بريزيستنت لمب او ماس موجوده على الناحيه الرايت سايد تمام ومحسوسه. خلاص العينه دي اللي احنا بنتكلم عليها من شويه طلعت كولونز، والعينه اللي قبليها طلعت قولون تقرحي. الحالتين دول حالتين واقعيين جدا، وبنشوفهم دي افتر دي بسيناريوهات مختلفه، وده يستوجب مننا ان احنا نعرف ايه حكايه الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو يعتبر موضوع مهم جدا جدا من مواضيع الجي اي تي اللي احنا هنبتدي فيه دلوقتي. هنبتدي نشرح ايه القصه، وهنراجع نفسنا في السيناريوهات القديمه، وهنسال واحنا ماشيين في العلاج احنا بنعمل ايه، والمفروض هنشفت امتى وناخد ايه ونوقف ايه. وهنبتدي المحاضره دلوقتي على طول، لو خرجنا في اي لحظه هنخش، وهنخش بسرعه عشان الوقت ما يضيعش. يا دكتور لو سمحت. اتفضلي. دكتور لو سمحت. انا عزة اللي كنت في الاول لحضرتك. انا كده يبقى انا الدياجنوز بتاعي كان صح بقى؟ صح طبعا طبعا. اه. هي طلعت اللي هو الالسر في القولون. بالظبط، السيرات الكولايتس يا دكتور عزة. شكرا خالص، بس كان لازم اسيب الموضوع مبهم لغايه ما نخش ونشوف التفاصيل. تمام، احنا هنتكلم عليهم يا دكتور عزه لعده اسباب. انفلاماتوري باول، انا اصلا بعاني من مشكله الكولون اصلا يا دكتور، فحابه ان انا استفيد اصلا يعني. لا لا، ده في مشكله اكبر من كده. العينين اللي انا هقول لك، انا هقول لك مشكله اكبر من كده. شريحه كبيره جدا من بتوع الكولونز ما بيتشخصوش الكرونز كمان. تعرفي ليه؟ بتاع الالسره ده بينزل بيجيب دم، فمره على مره اكيد هيمر على واحد دكتور يقول له هعملها كولونوسكوب. لكن بتاع القولون بتاع الكرونز ده ممكن ما يكونش بينزل خالص، وحتى الدايريه ممكن ما تكونش حاجه بيدومينانت، مره كده ومره كده، وتعبان ومتقريف طول الوقت ومحدش مشخصه. فعشان كده احنا قلنا لازم استيميشن للانفلاماتوري باول، ونحاول نشوف هو ايه البريفالنس بتاعه. البريفالنس بتاعه بيزداد في مصر للاسف، في خلال العشر سنين اللي فاتت ابتدينا نلاقي الحالات بتاعته ازدادت اكتر واكتر. ليه كذا سيوري، منها هايجين هايبوسيسز بيقولوا ان الكوكت او البروسيس ميت او الفود والحاجات دي كلها حاجه من الحاجات اللي بتخليه يحصل. الوقت هيخلص في خلال دقيقه، اول ما يخلص هنخش تاني ونخش بسرعه. الدياجنوستيك تول عامة زي ما انتم شايفين كده غالبا بنبتدي بلاب، ممكن نحتاج راديولوجي، ممكن اندوسكوبي، ممكن نقطع الاندوسكوبي قبل الراديولوجي، بنحتاج في كل الاحوال باثولوجي، ان احنا ناخد عينين وبتاع الباثولوجي يقول لنا هل ده يمشي كرونز ولا السيراتيف. تمام؟ معايا يا شباب؟ ايوه نورهان. دكتور معلش ممكن سؤال لو سمحت؟ اه اتفضلي. هو الانفلاميشن يا دكتور في الكولون ممكن تؤدي الالسر؟ سؤال ده صعب وخبيث وجامد يعني. بصي بقى، على حسب، لو هي انفكشن يا دكتوره من البدايه سبيسيفيك انفكشن، يعني نفترض مثلا اميبيك كولايتس، لو هي مثلا